الجزائر بعد تصويت شعب على المشجع الدستوري منذ أكثر من شهرين من خلال التحسيس والتوعية حول الانتخابات الرئاسية، لقاءات انطلقت من مدينة أقبول، بليدة، وهران، برج باجي مختار، تيمياوين، وعدة ولايات مؤخرا على غرار تيسم سين، تلمدية وغير. اليوم الاختتام، مش الاختتام، اليوم تتويج لقاء وطني يجمع كل جمعيات المجتمع المدني لتأكيد واستمرار رسالة متعلقة باستمرار التعبئة أو التحسيس تاع جمعيات المجتمع المدني لأهمية هذا الموعد لهم الجزائريين. الانتخابات الرئاسية لديها انعكاس مباشر على الدولة الجزائرية وعلى الشعب الجزائري واحتياجاته اليومية الاجتماعية والاقتصادية. المجتمع المدني قام بعمل جواري، بعمل مستمر في عديد من ولايات الوطن، ببعد مقاربة حوار حول هذه الحصيلة والإيجابية تاعها، وأيضا المرافعة للانتخابات اللي تجي إن شاء الله يوم 7 سبتمبر. نحن دورنا كمجتمع مدني هو أننا ندعو كل المجتمع الجزائري، كل الشعب الجزائري إلى الإقبال بقوة والاقتراع. وهذه الانتخابات الرئاسية راح تكون فرصة لنا باش نمدوا الرأي تاعنا في هذه الانتخابات، وباش نعطيه ثاني دفع بأنه الشباب راح يشارك بقوة في هذه الانتخابات، ونحاولوا ننجحوا في أوسط الشباب وفي أوسط شرائح المجتمع المدني هذه الانتخابات، لأنها راح تمثل دور كبير سواء داخل الوطن أو خارج الوطن.